تصنع القنادس سدها قوسا مقعرا إلى الداخل. هذا ليس شكلا عشوائيا، لأن أكثر السدود تحملا تجاه جريان الماء هو السد المقام بشكل مقعر إلى الداخل، وكذلك تنشأ السدود الحديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية. باختصار، القنادس ملهمة منذ ولادتها إلى هذا الإنشاء الذي لم يصل إليه بشر إلا بعد زمن طويل. حسنا، من لقنها هذه المعلومة؟ بلا شك لا يمكن أن يكتسب كائن خبرة إنشاء سد كهذا مصادفة، ولا يمكن أن نرى سدا صمم بأفضل السبل لمقاومة الماء مصادفة، ولا تستطيع القنادس نقل هذه الخبرات للجيل التالي لها. الله تعالى هو الذي وهب القنادس هذه الخبرات، هو خالق الكائنات كلها والذي ألهمها أعمالها. هدف القنادس من صنع هذا السد الكبير هو بركة ماء راكد لتبني فيها بيتها. فالدخول إلى المسكن لا يمكن إلا من تحت الماء، وللدخول إلى الداخل لا بد من المرور من نفق سري، وعند اجتياز النفق تظهر غرفة مخفية على مستوى سطح الماء. تعيش عائلة القندس في هذه الغرفة الآمنة المعزولة عن الرطوبة. تبني القنادس مساكنها أحيانا بطابقين، الطابق الأول مدخل وغرفة البهو، والثاني يضم غرفة الطعام والنوم. لمسكن القندس مدخلان مختلفان تحت الماء، وقناة للتهوية في الطرف العلوي، وبهذا يكون القندس قد أمن في هذا المسكن الخارق الملجأ المريح والحماية من الأخطار الخارجية أيضا. تفتح صغار القنادس أعينها في هذه البيوت، وعندما تكبر قليلا تخطو مع أبويها إلى الخارج وتبدأ بالتعرف على العالم. وعندما تتعب من السباحة تهوى الركوب على ظهري أبويها. علو البركة التي أنشأتها القنادس من 3 إلى 4 أمتار. في الحقيقة هي لا تحتاج إلى ماء بهذا العمق لبناء مسكنها، فإذا لماذا تنشئ بركة بهذا الارتفاع؟ يتكشف جواب هذا السؤال في فصل الشتاء. حيث يجمد ماء البركة في الشتاء ويتكون جليد سميك جدا، فلو لم تكن البركة عميقة إلى حد كاف لتقدم التجمد إلى العمق وتحولت البركة إلى قالب جليد، ولكان هذا كافيا لإنهاء حركة القندس.
تزيد القنادس في عمق البركة قدر إمكانها، وكأنها تعرف ما سيأتي، وبذلك يبقى مجرى ماء واسع في الأعماق تحت الجليد في الشتاء، وهذا يكفي لتحرك القنادس وتأمين غذائها. عندما ندقق نرى بوضوح أن القنادس قامت بأمر خارق للعادة حقيقة. هذه الكائنات الصغيرة أنجزت عملا لم ينجزه كثير من الناس دون أن تخضعه لدراسة هندسية جيدة. فمن ألهمها هذه الأعمال كلها؟ القنادس ليست كائنات ذكية إلى هذا الحد. حسناً، كيف صممت هذه الكائنات الصغيرة مساكنها ذات المدخل المائي الخاص وأقنية التهوية؟ من أين عرفت كيف تنشئ سداً بنظام أحدث مراكز الطاقة المائية في العالم؟ هذه الأعمال تتجاوز ذكاء هذه الكائنات المحبب. واضح أن هناك قدرة عظيمة ترشدها إلى هذه الأعمال التي تقوم بها. الله تعالى خالق الكائنات كلها وملهمها أعمالها، هو الذي ألهم القنادس بناء مساكنها العجيبة وسدودها الرائعة. هذه يبين الله تعالى في كتابه الكريم هذه الحقيقة بقوله: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. عندما نبحث عن معماريين آخرين في الطبيعة يمكننا أن نرى بوضوح أن كل واحد منها معجزة خلق لوحده. لنبحث معا عن أمثلة من آلاف الأمثلة في هذا الموضوع الدقيق. النمل الأبيض حشرات صغيرة تعيش على شكل مستعمرات وتقيم المساكن الضخمة. لوازم إنشاء المسكن: القرميد الذي جهزته النملات العاملة من الطين المتكون من التراب وإفرازات أفواهها. تصل مساحة مسكن النمل الأبيض إلى 3 أو 4 أمتار أحياناً، وعند مقارنته مع حجم النملة يبدو لنا المسكن كناطحة سحاب ضخمة خارقة. مساكن النملة هذه مليئة بالممرات العميقة، وعلى طول هذه الممرات يعمل 1.5 مليون نملة بتناسق تام. وعند التدقيق في مقطع عرضي لهذا المسكن يبدو داخل هذه الممرات بهو خاص للملكة وأقسام زراعية ومخازن وأقنية تهوية. يقوم النمل الأبيض ببناء مسكنه وإصلاحه من جهة، ويتهيأ لصد أي عدوان محتمل من جهة ثانية، ويقوم بزراعة الفطر داخله من جهة أخرى. وحياة السكان المزدحمين إلى هذا الحد متوقف على شرط مهم جدا، هو تأمين التوازن بين الرطوبة والحرارة داخل المسكن. ولدى النمل الأبيض حل رائع جدا لهذه المشكلة، فهناك في سقف المسكن هذا نوافذ موازية لبعضها. هذه النوافذ المصنوعة من الطين تمتص الرطوبة الخارجة من النمل، وتتبخر هذه الرطوبة بحرارة جو المكان، وتعلو عبر أقنية التهوية، مما يؤدي إلى تخفيض حرارة المسكن من جهة وتأمين جريان الهواء الدائم. فهذه النوافذ تقوم بمهمة التكييف الطبيعي بشكل تام.
للنمل أمثلة محيرة أكثر في علم الإنشاءات. نوع آخر من النمل يعيش في سهوب أستراليا الشمالية تبني مساكنها بعرض واسع جدا، إلا أن جوانبها رفيعة كالخنجر. سر هذه المساكن في زاويتها التي تواجه الشمس.